استقبل ضيفنا النائب هادي ابو الحسن عضو كتله اللقاء الديمقراطي. اهلا وسهلا فيك سعادتك. اهلا فيك ست رواند وتحياتي لك لاسره البرنامج ولضيفك العزيز الاستاذ عباس. اهلا استاذ هادي، اكيد ينعاد عليك بظروف افضل وينعاد على جميع اللبنانيين بظروف افضل، ولكن هل هذه الظروف فعلا راح تكون افضل بالايام المتبقيه من هذه السنه وبالسنه الجديده سياسيا عم نحكي؟ طبعا نتمنى كل الخير للبنانيين عموما ولكم، وعلينا ان لا نيأس، بدنا نضلنا متسلحين بالامل وبدنا نضلنا نكافح والناضل ونعمل من أجل الأفضل. ما فينا نستسلم لليأس، ما فينا نستسلم للقدر، بدنا نشتغل، بدنا نعمل كل ما بوسعنا من أجل مصلحة بلدنا ومن أجل مصلحة الناس. أكيد نسلح بالأمل. يبدو أنه كل الأبواب أستاذ هادي تسكرت، الأبواب السياسية، المفاوضات، التسويات، الأفكار اللي كانت مطروحة كلها سقطت، وأيضا من ضمن هذه المبادرات مبادرة رئيس الحزب التقدم الاشتراكي وليد جنبلاط لإعادة تفعيل الحكومة. بداية، شو كانت أفكار هذه المبادرة ولا سقطت؟ مبادرة وليد جنبلاط كالعادة ينطلق من مبدأ الحرص على الوطن، والحرص على الوطن يبدأ من إعادة إطلاق عجلة الدولة، وإطلاق عجلة الدولة تحتاج لإطلاق الحكومة والإفراج عن الحكومة من هذا الأسر الغير مفهوم. يعني كنا بتنا نعيش في لبنان حالات تعطيل من تعطيل إلى آخر. المبادرة بسيطة، اليوم التعطيل واضح في مجلس الوزراء، المطلوب أن نذهب بموضوع التحقيق باتجاه هيئة محاكمة الرؤساء والوزراء والنواب. نحن ما نتنكر أنه دستوريا هذا الأمر صحيح، ولكن كان بالحري هذا الأمر أن يحصل بعد انفجار المرفأ وليس بعد مرور سنة ونص على هذا الانفجار. هذا أولا. اليوم وصلنا إلى المأزق، نبحث عن حلول. بصراحة ما في غير حلين، لأنه الحل بحالة القضية بعد سنة ونص إلى هيئة محاكمة الرؤساء والوزراء والنواب واللي هي دستورية يبدو في اعتراض عليها طبعا، وهذا سيجعل التحقيق في مهب الريح، وسأشرح كيف. يعني ساعة القضاة بده يكون في عندهم هيئة لمحاكمة القضاة، وساعة العسكريين بده يكون عندهم المحكمة العسكرية، ساعة بدنا نحصر القاضي بيطار فقط في الموظفين والمواطنين العاديين، ونذهب بالمسؤولين إلى هيئة خاصة وهي منصوص عنها بالدستور، صرنا بنفس القضية أمام أربع مراجع قضائية. طيب كيف نخرج بالحقيقة وكيف نصل إلى حقيقة؟ مشان هيك قلت أنا بمناسبات سابقة إعلامية بعتقد أنه لم نصل إلى حقيقة في هذه القضية طالما عملية إعاقة تحقيق تحصل، ولهالسبب طلبنا بلجنة تحقيق دولية منذ البداية. اليوم طرح وليد جنبلاط يقوم على مبادرة تيار المستقبل، كتلة المستقبل، اللي اقترحوا مبدأ رفع الحصانات الذي يتلاقى مع مطلبنا من الأساس كان برفع الحصانات عن الجميع من رأس الهرم إلى آخر موظف في الدولة اللبنانية. المبادرة كانت تقوم أو اقتراح المستقبل كان يقوم على تعليق مواد دستورية لمرة واحدة في قضية المرفأ ولترفع الحصانات عن الجميع، فلينطل الجميع أمام القضاء العدلي. نحن عندما زرتنا كتلة المستقبل في كليمونسو والتقت برئيس الكتلة وليد جنبلاط وكنا إلى جانبه، وخرجنا من الاجتماع وأعلن الأستاذ سمير الجسر وأنا أعلنت باسم اللقاء الديمقراطي أنه رحبنا بالاقتراح ورح ندرسه ورح نكون إلى جانبه، لأنه نحن مع رفع الحصانات. اليوم حاول وليد جنبلاط أن يكسر الحصار على الحكومة كما حصل بتشكيل الحكومة، لأنه منذكر كيف شكلت الحكومة عندما ذهب وليد جنبلاط إلى بعبدة وقال فليكن تشكيل الحكومة على قيادة 24 وزير، وفعلا شكلت على هالقيادة وأفرج عن الحكومة. اليوم يحاول الإفراج عن الحكومة بهذه المبادرة التي تقدمت بها كتلة المستقبل والتي هي منطقية وفيها عدالة. يعني فليمثل الجميع أمام القضاء، مش عيب. أهم دول العالم متحضرة، كل المسؤولين بيكونوا بعهدة القضاء. وهون اللي عم يجرب يروح بالموضوع ليشير لقدسية معينة لبعض المواقع وتحديدا لموقع رئاسة الجمهورية، أنا هون بدي أقول لا قدسية إلا للوطن،
لا قدسية إلا للحق، الحق هو مقدس، لا قدسية إلا للإنسان. وما ننسى أنه في 218 إنسان قضوا في انفجار المرفأ، القدسية لهم وليست للمواقع. لهذا السبب، لهذا السبب المطلوب أن نخرج بحل، الحل متاح وهذه المبادرة. طيب أستاذ هادي، هل توجهتوا إلى قصر بعبدة والتقيتوا مع رئيس الجمهورية وأخذتوا جواب نهائي حول هذا الموضوع؟ يعني عم تحكي عن قدسية مراكز. نعم تفضل. لمسنا يعني أولا طرحت هالمبادرة من جديد على الرئيس بري، على البطرك الراعي، على الرئيس ميقاتي، القوات اللبنانية، كل ما طبعا هذا طرح المستقبل هو نعم. موافق، الكل وافقوا، ولكن نقلت هذه المبادرة إلى بعبدة ورفضت. ليس بالضرورة أنه نحن ما طلعنا على بعبدة صحيح، ولكن هذه المبادرة، مبادرة وليد جنباط، عرضت على الرئيس وتم رفضها من قبله ومن قبل التيار الوطني الحر. وهون نرجع نأكد، ليس هناك استنساب في الحق وفي القضاء. المطلوب أن نكون جميعا أمام القضاء متساويين. وهون لا عم بحكي هذا الكلام ستروان، أستاذ عباس علامة لامع وبيعرف شو عباني. طيب اليوم بغض النظر، نحن كنا ضد أنه نشعب القضية ونروح على الهيئة، علما أنه هيئة محاكمة الرؤساء هي هو دستوري، ولكن كان يجب أن يحصل في حين. وعندما طرح الموضوع، بتعرف موقف اللقاء الديمقراطي، رفض هذا الموضوع، وكان مطلبه رفع الحصانات، وبعدنا عن نفس المطلب. نعم. اليوم مبين وفي ريبة وخشية عند فريق معين أنه هناك يعني استهداف لفريق ما. نحن بمبدأ اللي عم نطرحه برفع الحصانات اللي هو مطلب المستقبل، هو عدالة ومساواة. إذا كان هناك ظلم بالسوية بيكون عدل بالرعية، ما هذا منطق. نعم. فهذا شغلة. بعدين أنا بدي أذكر وقت استشهاد الرئيس الحريري، لم يحضر المحقق العدلي وسأل رئيس الجمهورية واستمع إليه، شو صار؟ ما خربت البلد. واللي بيوثق من حاله لا بده يخاف من التحقيق. ما هاي القضية أقرت بالمجلس العدلي بالحكومة، أحيلت إلى المجلس العدلي باجتماع الحكومة السابقة بوجود رئيس الجمهورية. طيب كيف نعمل شيء ونعمل عكسه؟ لا بدنا نخدع على المجلس العدلي، وبدنا نخاف من المجلس العدلي إذا كنا نحن واثقين من براءتنا وعدم تورطنا. أستاذ هادي، هذا السؤال الأساسي اليوم. نعم. هلا اذا كل الكتل تقريبا موافقه على اقتراح قانون تيار المستقبل اللي حكي عنه ايضا الرئيس الحريري، اذا القوات التنميه والتحرير الاشتراكي، يعني اذا كلكم متفقين على هذا الموضوع، ليه ما بيدعي رئيس مجلس النواب الى جلسه لاقرار هذا التعديل على الدستور، التعديل الدستوري اللي طرحه الرئيس الحريري، اذا عندكم اكثريه؟ ونحن نؤيد هذا الموضوع. وطبعا رئيس بري لديه من الحكمة والحرص ما يكفي كي يتخذ القرار المناسب، ولكن لا بأس فليدرج اقتراح تيار المستقبل على الهيئة العامة في جلسة تسمح، بده يكون في عقد عادي طبعا او عقد استثنائي، وراح يكون موقفنا نحن الى جانب هذا الموضوع واضح جدا. وفليصوت المجلس النيابي على هاي الخيارات، وكل فريق يتحمل مسؤوليته بصراحه. لانه طيب كيف بدنا نطلع؟ ما نحن اليوم يا ست روان بدنا عم نقول ان شاء الله اللبنانيين عايدوا بخير وسلامه. طيب كيف اللبنانيين بده يعايدوا دولار كل يوم فز 2000 ليره؟ مين بيعرف بعد شهر قد ايه بده يكون سعر الصرف؟ يعني شو بدنا، ما بعرف بالصيفيه وين بده يكون الوضع الاقتصادي. طيب في ضروره ان تستقيم، ان تلتئم الحكومه وان تستمر بالتفاوض وتحسم التفاوض مع صندوق النقد الدولي، ونبدأ عملية إصلاح تدريجي وعملية ضبط للعملة، ونعيد العجلة الاقتصادية إلى الدوران كي يتنفس الشعب اللبناني. طيب هذا القصر شو بيفيد؟ من تعطيل لتعطيل، من سجن إلى سجن، من زنزانة إلى زنزانة. الشعب اللبناني ليها العقاب وليها الظلم إلا إذا كان هناك رغبة بتفكيك كل شيء بالبلد وخراب البصرة. يعني ساعتها فليتحمل مسؤولية من يقوم بهذا المسار المدمر والقاتل. بسؤال أخير أستاذ هادي، يعني البعض بيسأل شو عدا ما بدا لرجعتوا تبنيتوا هيدا القانون واقتراح الرئيس الحريري بالوقت اللي كنتوا على تفاهم بينكم وبين رئيس الجمهورية، جربتوا تنيموه هيدا الاقتراح شوي وما وافقتوا عليه مباشرة. هلأ بلشنا مرحلة جديدة، بلشنا بهيدي المواجهة مع التيار الوطني الحر على يعني عشية الانتخابات النيابية.
يعني صاحب هاي النظرية مخطئ. أنا بس بدي أرجع أذكر بالمسار التاريخي منذ انفجار المرفأ. منذ اللحظة الأولى خرجنا وقلنا كلاما واضحا فلنذهب بهذه القضية للتحقيق الدولي. ووليد جنبلاط في أول مؤتمر صحفي بستة آب أعلن 4 نقاط منها التحقيق الدولي. ومن ثم بكل المواقف المتتالية لإلنا كنا نطالب برفع الحصانات عن الجميع دون استثناء، ولا يوم بدلنا في هذا الموقف كي نعود إليه. وعندما زرتنا كتلة المستقبل أنا بتذكر منيح لأني كنت معني بإعلان موقف اللقاء الديمقراطي من أكلي منصور، صرحت إلى جانب الوزير سمير الجسر وقلنا هذا اقتراح جيد رح ندرسه ونحن معه ونحن إلى جانب رفع الحصانات، ونحن الاختبار هو في الجلسة النيابية، إذا ما حصلت مستعدين نصوت إلى جانب هذا الاقتراح. لم نبدل تبديلة في هذا الأمر، منذ الأساس كان موقفنا واضح وثابت وسيبقى مع رفع الحصانات. الحقيقة هي أغلى وأهم وأعلى من كل المواقع والمناصب والأمور الأخرى في دولة لبنان. شكرا لك النائب هادي أبو الحسن، يمكن عطلتك اليوم شوي بس كسبناك لو بالسيارة. شكرا أيضا، شكرا لك. معذريني ضغط الشغل. شكرا كثير، يعطيك العافية.